وخلال كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في افتتاح أعمال الدورة الحادية الحالية للقمة العربية، أكد سموه المضي قدما في السلام والتعاون في رسالة موجهة للشرق والغرب. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأمير العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأن أرحب بضيف القمة فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. كما يسرني أن أشكر فخامة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على جهوده المبذولة خلال ترأس بلاده للدورة السابقة، ونشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها على ما بذلوه من جهود لخدمة العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نؤكد لدول الجوار والأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا لميدان للصراعات. ويكفينا طي صفحة الماضي، تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية. وهم يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور لطبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا.